الله معكم. شو احلى شيء ممكن نعمله مع العيله؟ شو بتقول انطوان؟ انيتا، في كتير اشي حلوه فينا نعملها مع العيله بقلب البيت، بس احلى شيء بس نروح مشوار كلنا سوا. والاحلى لما نكون عم نعمل مشوار العمر مع احلى خي واوفى صديق. بتعرف مين بيكون؟ اكيد ولو يسوع المسيح. مظبوط، ونحن بعيلة جيل الإنجيل رح يكون إلنا معكم أصدقائنا صغار لقاءات أسبوعية، ورح نرافقكم أنا أنيتا وأنا أنطوان، ومعنا فريق عمل مؤلف من ماريا وجيال. رح نكون عم نعمل مشوار العمر مع يسوع تنتعرف أكثر وأكثر على قصة حياته، خاصة إنه بعد 6 أسابيع رح نشهد على ولادته ونعيد سوا عيد الميلاد المجيد. ياي، أنا كتير بحب عيد الميلاد، لأنه منزين الشجرة، منحط المغارة، وين ما نروح منسمع ترتيل وأغاني، بس أحلى شي الكادويات. معك حق، لكن رح تنبسط كتير بحلقاتنا، لأنه رح نعرف أصدقائنا صغار على حياة يسوع، ونتعلم كيف نحضر زينة للشجرة، ورح نحضر لألعاب ميلادية فينا نلعبها مع العيلة بالبيت، وأهم شي رح يكون في حزازير وكادويات ليلي بيجاوب صح. واو واو، شوقتيني لهالحلقات، وانتو ما تشوقتوا؟ انطرونا واحضرونا، رح نتسلى كتير سوا، ومعكن تكبر عائلة جيل الانجيل. خلونا نبلش سوا مشوار العمر مع الفقرة الأولى، قصة وعبرة، نحضر فيلم قصير عن ولادة يسوع وطفولته، وبنرجع منشوفكن. هذه هي القصة الحقيقية ليسوع المسيح الذي عاش من 2000 سنة، ولا نعرف بالضبط كيف اكتشف الأطفال حقيقة يسوع، لكن ربما حدث ذلك هكذا. هل رأك أحد؟ لا، ولا أنا. وأنت؟ لا أظن ذلك. إذن هيا بنا. لا يهمني ما تقول، فالحق هو أن يسوع جاء من عند الله. هل هذا بسبب المعجزات؟ قد يكون هذا سحرا. وكيف تفسر ذلك؟ هكذا، ولا يلزم أن أفسر كل شيء، المعجزات لا يعملها إلا الله. تقصد مثل تفتيح عيون العمي؟ نعم، أنا لا أصدق كلمة من هذا. أنا أصدق. سارة، ماذا تفعلين هنا؟ نسيت إطعام حماري، ولما سمعتكم تتحدثون عن يسوع أردت أن أعرف ماذا تقولون. وماذا تعرفين عن يسوع؟ أعرف الكثير، جدتي تعرف مريم أمه، وحكت لي كثيرا عنه وعن الطريقة التي ولد بها. إنها قصة عظيمة حقا. كانت مريم فتاة تعيش في الناصرة، ولم تكن متزوجة، لكنها كانت ستتزوج رجلا اسمه يوسف. وذات يوم أرسل الله ملاكه جبرائيل. لا تخافي يا مريم، لأنك قد وجدت نعمة عند الله، وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع. كيف يكون هذا؟ أنا عذراء. الروح القدس يحل عليك، فلذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله، ولن يكون لملكه نهاية. هل أخاف الملاك مريم؟ لو ظهر لي ملاك لخفت بالتأكيد. ثم ماذا حدث؟ ليكن معلوما لديكم، وقررت الحكومة أن يذهب جميع الناس إلى مكان مولدهم لتسجيل أسمائهم. كما تعلمون يسجلون أسماءهم في بعض الأوراق، ولهذا أخذ يوسف مريم لمدينة بيت لحم لأنه ولد هناك. ولما وصلا إلى بيت لحم وجدا المدينة مزدحمة جدا، ولم يجدا مكانا يبيتان فيه، والمكان الوحيد الذي وجده يوسف كان إسطبلا. مثل هذا المكان؟ يشبهه كثيرا. وفي تلك الليلة ولد يسوع. وكان هناك رعاة عند الجبل قرب الإسطبل، كانوا يحرسون غنمهم، وفجأة رأوا ملاكا. ولد لكم هذا اليوم في مدينة داود مخلص، هو المسيح الرب. وذهب الرعاة حالا إلى الطفل المولود، كان نائما في مذود، تصوروا، واضطروا لوضعه في صندوق مثل الذي يأكل فيه حماري.
وبعد أن ولد يسوع أخذته مريم ويوسف للهيكل في أورشليم. وهناك رآهم رجل مؤمن بالله اسمه سمعان. الآن تطلق عبدك يا رب حسب قولك بسلام. وقد وعد الله سمعان أن يعيش حتى يرى يسوع، لأن عيني قد أبصرتا خلاصك. هذا الطفل مختار من الله ليبارككم الله. وسيكبر يسوع ليكون مختارا من الله ليغفر للناس في كل مكان كل الأخطاء التي يفكرون فيها أو يعملونها والتي يدعوها الله خطية. كان يسوع طفلا ثم صار رجلا، ألم يكن في عمرنا؟ بالطبع كان. قالت لي جدتي أن يسوع وهو عمره 12 سنة جاء مع مريم ويوسف هنا في أورشليم. ذهب يسوع إلى الهيكل وكان يتكلم مع القادة والمعلمين. ابن من هذا الذي يسأل أسئلة كهذه؟ هو من الناصرة، واعتقدنا أنه كان معنا. أعذر حماسه. بعد ذلك رجع يسوع إلى بيته مع أبويه. أنتوان، تعرف ليش ملك الملوك يسوع المسيح ابن الله الوحيد ولد بمزود فقير بإسطبل؟ صراحة هالخبرية خربطت لي راسي شوي، إنه يسوع ابن الله خالق الكون كله، إنه ما كان بيقدر يخلي ابنه يولد بقصر مثلا؟ إنه بلا هالبهدلة بين الحيوانات. بلا، كان قادر يولد بقصر، بس على قد ما بحبنا حب يتشبه فينا وبأفقر الناس الموجودين على الأرض، وهو الإله تواضع وصار إنسان تنصير نحنا القديسين. شو؟ نزلنا الشجرة؟ إيه، أنا كتير بحب زين الشجرة، بس زهقت من زينة السنة الماضية، إنه هالسنة مع الأسعار نار، نو واي قدر اشتري زينة جديدة. ما تعطى الهام، رح تزين الشجرة وبأحلى زينة. عن جد؟ كيف؟ فقرتنا التالية اسمها مسطرة قلم ومقص. بهالفقرة رح نتعلم سوا نعمل زينة من شغلنا وبمواد موجودة عنا بالبيت ومنا بحاجة نشتريها. واو، يعني من هلأ لعيد الميلاد بصير فيي أعمل زينة لنوال ولحالي بالبيت؟ طبعاً، منشوف سوا الفقرة التانية مع ماريا جايل. ألا معكم أصدقائنا الصغار، اليوم رح نكون معكم بفقرتنا مسطرة قلم ومقص. رح نكون عم نعمل جرس من أغراض من عنا من البيت. نحن عايزين فرد شمع، فنجين قهوة من كرتون، كبسول تبع نسكافيه، بول، ريبان، وبايب كلينر، ومقص. منبلش ناخد الفنجين أو الكبسول، بدنا ننقرهم من فوق فنقدر نفوت الريبان فيهم. أكيد بس بدنا نستعمل المقص بدنا نطلب من حدا أكبر منا يساعدنا، وبدنا نزينهم ببايب كلينر، أو إذا ما عندكم بايب كلينر فيكم تزينهم بشو ما بدكم، ستيكرز أو ريبان. البول ومنفوتهم هيك يصيروا شكل جرس. صحيح. وبناخد نرجع الريبان منفوتها من فوق أو منربطها بالبول. أوكي،
من بعد ما نفوت هيك البولات نجيب الريبان نعملهم هيك مثل دينين اللفة ونربطهم. هلا بدنا نعلقها على الشجرة. بتعرفي يا أنيتا، بتذكر إنه أنا وصغير كنا دايما نجتمع مع العائلة ليلة الميلاد ونلعب ألعاب سوا، كانوا كتير حلوين. بعدك بتتذكر؟ No way انسيهم، رزق الله على هيديك الأيام. عن جد بفقرتنا التالية رح نتعلم كيف نحضر لعبة ميلادية ونلعبها سوا مع العائلة. Let's play! أصدقائنا الصغار، أول لعبة رح نتعلمها سوا كمان نلعبها مع العائلة هي بورد جيم تشبع هيدي. هو رح نعمل سبق لنوصل أول واحد بيوصل على الكادو. كيف بدنا نعمل هيدي اللعبة؟ نحن بحاجة لكرتونة كبيرة بيضاء، نحن بحاجة لكتر، وأكيد وقت بدنا نقص بالكتر بدنا نطلب من أهلنا أو حدا كبير يساعدنا لما نجرح حالنا. نحن بحاجة لتلزيق، نحن بحاجة لقلم فرش، وبحاجة لصور صغيرة ممكن يكونوا اشياء تابعينا وممكن يكونوا اسعنا اياهم كمان خاصهم بعيد الميلاد. رح نبلش مع ماريا وديان واكيد معنا عطوان ومعنا جورج. كيفك جورج؟ بدك تلعب معنا اليوم؟ لكن رح اطلب انا هلا من عطوان وديان وماريا يقصوا لنا هيدول لنكون عم نشهد باللعبة. رح نقص هيدول الصور فنبقى نلزقهم. انا رح اعلم بالفرق اعمل الطريق يلي شايفينه. نحن قبل اذا بدكم تما ننزع الورقة نرسم بقلم رصاص نتأكد انه مزبوط الرسمة ونرجع نعلمها بالفرق. Thank you.
اللعبة. هلا كلنا سوا بالعيلة رح نلعب. اوكي وين الزهر؟ زهر مع جوجو. بدك تبلش انت تلعب. يلا كبر جوجو فرجيهم لاصحابنا كيف عم نلعب. طلع لك قديش؟ 5. شو بتعمل؟ بتقرب 5 steps. 1 2 3 4 5. واو طلع لك كادو. يلا ماريا. ماريا طلع لك 4. يلا قرب 3 1 2 3. شو طلع لك؟ موف 1 step. يلا لكن بتقرب 1 step. Descendra du ciel avec les jouets familiers. N'oublie pas mon petit soulier. Bravo Maria. 4. أنطوان، إذا قلت لك نوال، شو أول شي بيخطر على بالك؟ بابا نوال وكادويات تحت الشجرة. شو حلو هالعيد، كل شي فيه بخلينا فرحانين، خاصة لما يجينا هدايا. صحيح أنا بحب يجينا كادويات، بس كمان بحب جيب هدايا لأهلي، أمي، بي، أخواتي، ولفهم ببابيه كادو، لأنه الفرح الحقيقي هو بالعطاء، ومش بس أنه أنا أخد. 100%. وصلنا لفقرتنا الأخيرة، حزورة وهدية. رح فسر لأصدقائنا صغار عن هالفقرة. بكل حلقة رح نحذركم حزورة وانتو لازم تحذروا الجواب وتسجلوا على ورقة مع رقم الحزورة. وبالحلقة الخامسة بيكون في عنا آخر سؤال. تبعتولنا أجوبتكم كلها على الواتساب على الرقم 7131819. وبالحلقة السادسة كل الأسامي اللي جاوبوا صح رح نحطهم ببوكال ومنسحب أسامي الرابحين. يعني بآخر كل حلقة رح يكون عنا حزورة على مدى 5 حلقات رح يكونوا 5 حزازير. بتجاوبوا عليهم كلهم وبتبعتولنا إياهم مرقمين على الواتساب 7131819. وبالحلقة السادسة رح نعمل سحب للأسامي اللي جاوبوا صح. جوايز كتير حلوة ناطرتكم. حزورة رقم 1. في 3 أعياد كتير معروفين ونحنا منحتفل فيهم بالكنيسة المارونية بشهر كانون الأول. شو هني؟ وانتو أصدقائنا بتحبون كتير. صار الوقت نودعكن. إن شاء الله تكونوا بسطتوا معنا. انطرونا بالحلقة الجاية بمشوار العمر مع يسوع ومع جيل الإنجيل. وما تنسوا تصلوا وتحضروا قلوبكن للطفل يسوع تيولد ويسكن فيها. باي. See you.